كيب نوبان ميكانيكي مكاني ممنوع بلا رنج كريتا سيارة باسيكال دراجة لوري شاهينة بس حافلة دور بولة استدام كمالنان شاري طريق جالن يسار كري يمين كنان لجو سريع بلاهن بطيء سسا مزدحم رودا عجلة يقود ممندو يمر ملالوي يعبر من يبرع يتجاوز مربه يقود ممندو يمر ملالوي يعبر من يبرع يتجاوز مربه يؤمن من أبعيك يقف برهنتي يمنع من هلام سائق بماندو راكب بنمبان ميكانيكي مكاني ممنوع بلارن كلاجو والسرعة رسع معطلة أراه اتجاه سبان لافتة دور بولة استدام كمالنان شاري طريق جالن يسار كري يمين كنان لاجو سريع بلاهن بطيء سسا مزدحم رودا عجلة يقود ممدو يمر ملالي يعبر من يبرع يتجاوز جنبه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تلاميذي الأعزاء أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى برنامجنا الرائع نحب العربية نحب العربية نحب العربية نحب العربية نحب العربية كيف حالكم جميعا؟ أسأل الله تعالى أن تكونوا في صحة جيدة طيب أنتم ستبقون معنا في حلقتنا اليوم الحلقة الجديدة لتعلم اللغة العربية للسنة الثالثة فأنا أزهار الوسيم مقدمكم لهذا البرنامج الممتع قد سمعنا قبل قليل أغنية جميلة وعنوانها اتجه مباشرة إذن ما هو موضوع درسنا اليوم؟ طبعاً اتجه مباشرة قبل أن نواصل درسنا اليوم هيا نتعرف إلى معيار التعلم المطلوب أولاً أنتم تقدرون على الاستماع إلى الكلمات من الأسماء والأفعال والتراكيب والجمل والاستجابة لها حسب المواقف ثانياً أنتم تستطيعون نطق الكلمات والتراكيب والجمل نطقاً صحيحاً واستخدامها شفهياً حسب المواقف حسناً الآن سنستمع إلى الأسماء والأفعال المتعلقة بموضوعنا ثم سنرددها لاحظوا يا تلاميذي الكلمات أن جميع الكلمات مكتوبة في المربعات الملونة الخاصة فالاسم ملون باللون الأزرق وأما الفعل فهو ملون باللون البنفسجي هل أنتم مستعدون؟ نعم هيا نستمع ونردد الآن الاسم سائق
سائق، راكب، راكب، ركاب، ركاب، ميكانيكي، ميكانيكي، مسافر، مسافر، مشاة، مشاة، شاحنة، شاحنة، سيارة، سيارة، حافلة، حافلة، دراجة، دراجة، عجلة، عجلة، لافتات، لافتات، اتجاه، اتجاه، دوار، دوار، استدام، استدام، شارع، شارع، طريق، طريق، يسار، يسار، يمين، يمين، ممنوع، ممنوع، سريع، سريع، مزدحم، مزدحم، معطلة، معطلة، سرعة، سرعة. قد انتهينا من الأسماء، فما رأيكم الآن ننتقل إلى الأفعال؟ الفعل يقود، يقود، يمر، يمر، يعبر، يعبر، يقف، يقف، يتجاوز، يتجاوز، يهمل، يهمل، يمنع، يمنع، يسرع، يسرع. الحمد لله، شكرا على حسن انتباهكم. قد انتهينا من الاستماع إلى الكلمات المهمة لموضوعنا اليوم، والآن يا تلاميذ الأحباء، هيا نأتي إلى النشاط الأول. ماذا تسمع؟ ماذا تسمع؟ من خلال هذا النشاط، تعالوا نحدد الكلمة الصحيحة التي توافق الكلمة المنطوقة من قبل أنا. مستعدون؟ هيا نبدأ. استمعوا جيدا إلى الكلمة، ثم اختاروا لونا صحيحا للكلمة المذكورة. طيب، هيا نستمع إلى الكلمة الأولى. يمنع، يمنع. أيهما صحيح، الأخضر أم الأصفر؟ ماذا؟ مرة أخرى؟ نعم صحيح،
لونه أخضر. أحسنت، إجابتك صحيحة، ممتاز. طيب، هيا نستمع إلى الكلمة الثانية. يمر، يمر. أيهما صحيح؟ الأخضر أم الأصفر؟ ماذا؟ مرة أخرى؟ نعم، صحيح، لونه أصفر. أحسنت، إجابتك صحيحة، مبارك. طيب، هيا نستمع إلى الكلمة الثالثة. يهمل، يهمل. أيهما صحيح؟ الأخضر أم الأصفر؟ ماذا؟ ماذا؟ مرة أخرى؟ نعم، صحيح، لونه أخضر. أحسنت، إجابتك صحيحة، جيد. طيب، هيا نستمع إلى الكلمة الرابعة. يقود، يقود. أيهما صحيح؟ الأخضر أم الأصفر؟ ماذا؟ مرة أخرى؟ نعم، صحيح، لونه أصفر. أحسنت، إجابتك صحيحة، ممتاز. طيب، هيا نستمع إلى الكلمة الخامسة. يقف، يقف. أيهما صحيح؟ الأخضر أم الأصفر؟ ماذا؟ مرة أخرى؟ نعم، صحيح، لونه أصفر. أحسنت، إجابتك صحيحة، ممتاز. طيب، هيا نستمع إلى الكلمة السادسة. يسرع، يسرع. أيهما صحيح؟ الأخضر أم الأصفر؟ ماذا؟ مرة أخرى؟ نعم، صحيح، لونه أصفر. أحسنت، إجابتك صحيحة، ممتاز. طيب، هيا نستمع إلى الكلمة السابعة. يعبر، يعبر. أيهما صحيح؟ الأخضر أم الأصفر؟ ماذا؟ مرة أخرى؟ نعم، صحيح، لونه أصفر. أحسنت، إجابتك صحيحة، مبارك. طيب، هيا نستمع إلى الكلمة الأخيرة. يتجاوز، يتجاوز. أيهما صحيح؟ الأخضر أم الأصفر؟ ماذا؟ مرة أخرى؟ نعم، صحيح، لونه أخضر. أحسنت، إجابتك صحيحة، ألف مبارك.
طيب أحسنتم، قد انتهينا من النشاط الأول، والآن يا تلاميذي الأعزاء هيا نستمر بالنشاط الثاني. أيهما صحيح؟ أيهما صحيح؟ يا تلاميذي الأحباء، انظروا إلى الشاشة، هناك مجموعتان معروضتان باللونين المختلفين، اختاروا منهما الإجابة الصحيحة. مستعدون؟ هيا نبدأ. استمعوا جيدا واستعدوا لاختيار الإجابة الصحيحة. هيا نبدأ. أولا، راكب الدراجة، الحافلة السريعة. أيهما التركيب الإضافي؟ أحسنت، راكب الدراجة هو التركيب الإضافي. ثانيا، سائق الحافلة، الطريق المزدحم. أيهما التركيب النعتي؟ سائق الحافلة؟ لا، الإجابة خاطئة، الصواب الطريق المزدحم. ثالثا، يسار الشارع، الدوار الكبير. أيهما التركيب النعتي؟ نعم، الإجابة صحيحة، الدوار الكبير هو التركيب النعتي. جيد. رابعا، الدراجة الصغيرة، ميكانيكي الشاحنة. أيهما التركيب الإضافي؟ أحسنت، ميكانيكي الشاحنة هو التركيب الإضافي. خامسا، السيارة سريعة، السيارة السريعة. أيهما الجملة المفيدة؟ نعم، الإجابة صحيحة، السيارة سريعة هي الجملة المفيدة. مبارك. سادسا، الشاحنة في يمين الشارع، الشاحنة المعطلة. أيهما الجملة المفيدة؟ نعم، الإجابة صحيحة، الشاحنة في يمين الشارع هي الجملة المفيدة. مبارك. سابعا، راكب الدراجة قوي، الراكب الدراجة قوي. أيهما الجملة المفيدة؟ نعم، الإجابة صحيحة، راكب الدراجة قوي هي الجملة المفيدة. مبارك. سابعا، الحافلة معطلة، الحافلة المعطلة.
أيهما الجملة المفيدة؟ نعم، الإجابة صحيحة. الحافلة معطلة هي الجملة المفيدة. مبارك. وأخيراً، يسرع المسافر دراجته. يقودون السائقون الحافلات. أيهما الجملة المفيدة؟ يقودون السائقون الحافلات. لا لا، الإجابة خاطئة. الصواب، يسرع المسافر دراجته. إذن انتهينا من النشاط الثاني، فهذا النشاط مهم في تمييز بين التركيبين وفي فهم الجمل المفيدة. وبهذا أكملنا درسنا اليوم، وأرجو أنكم قد استوعبتم جيداً. لا تنسوا موعدنا في الحلقة القادمة، ونترككم بالأغنية التي سمعنا في بداية برنامجنا. تأملوا معاني الكلمات في الأغنية، وطبعاً لابد تحاولوا حفظها. وأخيراً، يرجى مسح رمز الاستجابة السريعة لإجابة الأسئلة المكثفة عن درسنا اليوم. شكراً جزيلاً، مع السلامة وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا فتا دوار بولتا
كان استدام كمالانان شارق طريق جالان يسار كري يمين كنان لجو سريع بلاهن بطيء سشته زحيم رودا عجلت